طب هل جلسات الاستنشاق مفيدة فعلا؟ لأنه في ناس بتقلق منها أو بتخاف. الجلسات الاستنشاق مهمة جدا جدا. في ناس بتقول لا ده بتنفخ الرئة، لا ده الطفل بتعود عليها، مفيش كلام من ده خالص. اولا هو الطفل عمره ما هيتعود على جهاز النابولايزر او جهاز الاستنشاق. هي الحكاية كلها ان هي وسيلة علاج بياخدها فترة الدكتور كاتبها له خلاص، مش زيادة عن كده. هو حاجة مهمة ليه يعني مع العلاج بتاعه، هي طبعا مش بديل للعلاج، بس لو الولد مثلا بداية كحة وبتاع وانا عندي جهاز نابولايزر في البيت وعايز اديله كام جلسة يمكن صدره يتحسن، ما يحتاجش مضادات ولا ادويه حساسيه ولا حاجه. انما هو بيبقى عامل مساعد مع الروشته اللي الطبيب كاتبها. بيستخدم بقى في حالات الالتهاب الرئوي والتهابات الشعب الهوائيه، في الربو، في الحساسيه الشديده. جرعه الناس بتسالنا دايما ايه جرعه النقط اللي هم بيحطوها في جهاز التنفس اللي هي الفاركولين. نقطه لكل كيلو جرام. يعني لو الطفل 10 كيلو يبقى 10 نقط. مع 2 سم ميه مع الامبول بقى بتاع التنفس اللي هو الاتروفنت ده بيبقى سنتي اللي هو تركيز 250 لكل 10 كيلو جرام. يعني لو الطفل 10 كيلو جرام هياخد سنتي من الاتروفنت 250 مع 10 نقط من الفاركولين مع 2 سم محلول ملح. طبعا الطبيب هو اللي بيحدد الجرعات دي، بس دي الجرعات الشهيره. طبعا لو عندك جهاز نابولايزر في البيت، هو طبعا البيت كله ممكن يستعمله، بس كل واحد ليه ماسكه الخاص اللي هو الماسك بتاع الجهاز التنفس. بيبقى الماسك ده بيتباع لوحده، كل واحد كل شخص بيستعمله أكيد. بيبقى له ماسك، مش بقى نقعد نبدل مع بعض كلنا. دي حاجه كمان. لو في ضيق جامد في التنفس، الطبيب بيبقى يوصف حاجه اسمها ادرينالين مكان الفاركولين ده. طبعا هو النابولايزر لوحده مش بديل للأدوية، هو عامل مساعد مع الأدوية اللي الطبيب كاتبها. طبعا المفروض الأطفال بيبقوا يخافوا منه، فإحنا ممكن يعني نعود الطفل على مكان واحد ياخد فيه الجلسة بتاع التنفس. طبعا لو النابولايزر ده لو استعملناه حتى لغاية كل 4 ساعات مفيش مشكلة، أو كل 6 ساعات مأمون جدا مفيش مشاكل. طبعا لو الطفل مثلا بنعمله الجلسة بتاع النابولايزر ده وجاله نبض كحة شديدة، ما تكملش، وقف الجهاز ده لمدة مثلا ربع ساعة وابدأ اديله تاني. ما تخافش يعني، بس هو بيكح جامد ما تكملش الجهاز، وقف الجهاز ما ياخد نفسه كده، وبعد ربع ساعة نبدأ نديله تاني. فالخلاصة ان النيبولايزر او الأجهزة الاستنشاء دي مفيدة جدا وبتريح الصدر، بتساعد او بتقلل فترة التعب والمرض، فما تخافوش منه خالص، لا بالعكس مفيد جدا.